لو الحكاية فيها إن فيديو خصوصا عن كثير من التقارير والأقوال بتقول إن أكثر يعني من استفاد من 25 يناير وأكثر من كان داعما لها الجيش المصري، خصوصا إن إحنا لا يخفى على أحد إن كان هناك مشروع للتوليف وكان في صدام حقيقي من مجموعة جمال مبارك وأحمد عز ومجموعة الحزب الوطني والمجموعات الكلاسيكية في الإدارة المصرية تحديدا تنطوي في الجيش وعمر سليمان اللي تقريبا خد دور كبير جدا من بعد 2004. كيف ترى الجيش في المشهد الراهن؟ وهل بالفعل الجيش خرج من السياسه؟ خصوصا ان طبعا على عكس اصوات كثيره بتقول ان الرئيس الحالي جاي بانتخابات بره مباشره والانظمه العالميه يعني اتباع ثلاث موقفها تتغير من بعد 30 يونيو. الجيش المصري الفتره القادمه وخصوصا كمان اطروحات بتطلع كل فتره نهايه النظام وامتداد لنظام يولي. يعني وكأنهم يختزلوا 60 سنة دول إن ما فيش تغيرات حصلت والطرح اللي عليك أشرت ليه أن ابتدت تتبلور إن في حياة حزبية هتطلع، يمكن لسه ما وصلناش للشكل الأمثل أو الشكل الديمقراطي اللي بنحلم بيه، لكن بشكل أو بآخر لا في تغيير حقيقي حصل على الأرض يمكن ما تغيرش بشكل مباشر. فالجيش تحديدا 25 يناير كان موقفه إيه؟ و30 يونيو هل كان عنده بدائل أخرى ولا لا؟ طبعا متفق معاك في النقطة يعني قدمت السؤال طرح قضية مهمة جدا وهي الفائدة التي عادت على المؤسسة العسكرية من جراء 25 يناير، ليست فقط في مسألة التوليف إنما في مسألة إنه وده مش سر إنه القوات المسلحة بعد يناير لأنها استفاقت على ما أنت عندك ثورة حقيقية، الثورة دي بيتهددها أخطار كتيرة برة، المؤسسة العسكرية بدأت تبص على إمكانياتها أقدر أحمي نفسي إزاي. أنا بتصور أحمي نفسي للوطن ولا أحمي نفسي للوطن؟ لا أحمي نفسي للوطن، ده دور حقيقي يعني. وبالتالي أنا بتصور إن المؤسسة عشان كده هنلاقي إنه مثلا الحديث عن تسليح الجيش المصري في الخمس سنين اللي فاتوا ولا الأربع سنين اللي فاتوا أضعاف اللي سمعناه في عصر مبارك كله، لأنه مبارك كان بيتصور إنه الجمهور تستكين وإنه يعني الناس كلهم بيطلعوا على النتيجة وعدى اليوم على خير وإنه ما عندناش حروب ومش هنتورط في كذا، بعيدا عن المفهوم اللي هو كان حتى بيقوله في خطاباته ان السلام لابد من قوه له تحديد، ده جزء ما حدش بيتكلم فيه. كمان في ملفات كانت موجوده انا بسميها مفخخات زي الملف القبطي على سبيل المثال. الملف القبطي قبل 25 يناير الدوله كانت بتتعامل معاه على انه يبقى هكذا جهد التفخيخ في كل وقت، وهي تطلع جماعه من هنا يعملوا مش عارف ايه وجماعه من هنا. قلت له انا بتذكر ان قلت في 2005 زرت استاذ كمال الشاذلي انا والدكتور صلاح البضايع وكان معانا رئيس مرجان كده كان اكبر شعب عن الاحمر. وبعدين انا دخلت كنت بحب اهزر معاه فقلت له معاه الوزير انا واحنا جايين هنا عديت على الشارع وسالنا الساده المواطنين في الانتخابات وهم بيشكروا سيادتك ان انتوا زرتوا الانتخابات. فهو عدد حقا. قلت له بس هم قالوا له طلب صغير. فقال لي هو ده الطلب ده وصار. قلت له يعني تنقل الناس اللي بنزور لها. فقال جاري انا هصور لك من بره. وهو كان شايف ان دي القماشه. تصورت ان القماشه دي حتى الان هي اللي انت بتفصل منها، ما انت ما عملتش مصنع لسه. انت ما فيش لسه حتى الان انا دوب بنقول ان البرلمان ده احد اهم المزايا انت بقى عندك التيار الليبرالي شويه بتتضح ملامحه شيء ما شيء. عندك يعني فكره يسار باهت شويه ولكن يعني افكاره موجوده. والطبقه المستقله زي لا 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 ولا طبقه وكذا والجماعه في حلب مصر دول اللي هم انتوا عارفينهم جايين من انتوا لسه قاعدين مستمرين يحلبوا فيها الى يعني ايه ما شاء الله. تأهيل القماشه. القماشه دي عشان تنضج وتكون تيارات حقيقيه. ويبقى عندنا مدارس سياسيه حقيقيه، احنا كان عندنا 100 حزب قبل الانتخابات الحمد لله رب العالمين، الانتخابات اطلقت رصاص الرحمه على قرابه ال 92 طبعا ولا 90 حزب، ما حدش منهم نجح في دول الله يرحمهم انتهوا تراجعوا، وبقى عندك ست سبعه دول يرسم انها خلص على ثلاث كتل، يبقى هم دول المدرسه السياسيه. طيب هل هناك اراده حقيقيه؟ طيب اللي بيحصل انه 30 يونيو اللي اتشعبط فيها ومسك الجماعة اللي كانوا سقطت عن كل البدايه 25 يناير لقوا فرصه في هيصه قالوا نطلع.
وبعدين هم حقيقة برضه محتاجين، لأن في قاعدة جنب الكاميرات والناس اللي بيشتغلوا حقيقيين مشغولين قاعدين بيشتغلوا. فأنت تبقى الناس قاعدة شغالة، الشباب اللي زي اللي قاعدين شغالين وبتاع وبيعملوا حاجة كده، وأول ما الكاميرا تيجي ما الجماعة مشغولين بكده، التانيين مشغولين بيها.